مشاهدينا في كل مكان، مساء النور، مرحبا بكم في لقاء جديد دائما على القناة الوطنية الأولى في هذا الفضاء المخصص لكل المستجدات على جميع المستويات، واللي تعودتوا أنه المعلومة الحينية والآنية والمعلومة من المصدر تكون موجودة من هذا البلاتو. سعيدة باش نكون معكم على امتداد ساعتين غير أربع تقريبا اليوم، استثنائيا في اللقاء الأخير معكم في الجولة اللي نعملوها يوميا من الاثنين إلى الخميس، باش نتحدث في عديد المواضيع من زوايا ونظر مختلفة وبحضور ضيوف باش يكونوا موجودين معنا هوني في البلاتو تباعا. البداية باش تكون مع الثقافة والحديث باش يهزنا للجهات، ينطلق من القيروان الحديث مع المركز الفنون الركحية والدرامية بالقيروان، ولكن باش يهزنا أيضا لفضاء المسرح الرابع وقاعة المسرح الرابع بتونس، نحكيه على عرض الروبة لحمادي لهيبي وأيضا على هامش التظاهرة الثقافية هذه. سنتحدث مطولا عن ندوة فكرية تحضر بيناتنا بعد قليل، أيضا ضيفة باش تأمن لنا الحديث حولها وتأمن هي الحضور في الندوة هذه. كيف باش نتحدث في موضوع ثاني باش يهزنا للرابطة الوطنية للباحثات التونسيات مع بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وهنا باش يكون المجال حديثنا حول ندوة علمية مخصصة بالخصوص لتبادل الخبرات والتجارب بين نساء ناجحات في المجال العلمي، وباش تكون عندنا شهادة حية، باش تكون عندنا مكرمة مرأة تونسية برعت في مجال العلمي في حضور رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعد قليل السيدة راضية الجربي. وهذا طبعا تعودنا كل يوم خميس تكون عندكم العودة على كل الأخبار الآنية على امتداد الأسبوع كامل، ركاب كان نجم نقوله لكل الأخبار السياسية على امتداد الأسبوع مع الرباعي القار لهذا البرنامج. من هوني إلى حدود نهاية آخر رمق في اللقاء هذايا نقول لكم مرحبا بكم في المشاهدة. سعيدة باش نصطحبكم مع زوز ضيوف، خليني نرحب بهم حاضرين من بداية اللقاء. سي حمادي لهيبي مرحبا ومبروك، خليني نقول لك أول حاجة مبروك العرض الروبا. مرحبا، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا. على يساري حكيت على ندوة سعيدة جدا مدام فوزية المزي، نورتنا كيف بالحضور رئيسة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين. مرحبا بك مدام فوزية، أهلا وسهلا. عايشك. أهلا وسهلا بك. طبعا هذايا باش نحلو ديما نقول آفاق للموضوع نتاعنا. سعيدة جدا بالقارين معايا لهنا زوج صحفيين، على يميني مدام فاطمة كراي، مرحبا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. وعلى يساري سي إبراهيم الوسليتي، أهلا وسهلا كيف مرحبا. أهلا وسهلا وأهلا، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات. طيب سيدي، دونك هذه البدايه خيرنا واخترنا وديما نسمعوا برشا كلام من هنا وهناك، نسيب الثقافه، اين الثقافه والثقافه في الجهات؟ يا سيدي هاو البدايه باش تكون مع الثقافه من الجهات هكا ولا سي حمادي؟ ان شاء الله. الثقافه الموضوع نتاعنا في بدايته يخص الجهات ويخص مراكز الدراميه الركحيه بالجهات عموما وفي القيروان بشكل خاص. هو هذه التظاهر اللي نظموها احنا قيروان المسرح هي من جملة تقريبا 8 تظاهرات تقدم ينظمها المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان، سواء بصفة مباشرة أو بشراكة مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الثقافية، المندوبية الجهوية للثقافة، المركب الثقافي أو الجمعيات الثقافية أو ذات الصلة نظموا معها، والمؤسسات الجامعية أيضا نظموا معها عديد التظاهرات. طبعا احنا في إطار المركزية هذا يا سي حمادي اليوم هو ينجم ينخرط، لأنه هذا زاد من بين الحاجات اللي ديما النادي بها، يعني لا مركزية، حضور الثقافة في الجهات، ديمقراطية بالثقافة، يعني تتغير الأسماء ولكن هذا هو النتيجة واحدة. هو يبدو أنه كي نشوفه باش نحط الإطار في سياقه، كل شيء أصبح لا مركزي، يعني نحن تو نعيشه من 14 في حتى 14 في كان لا مركزي، معناه جميع الجهات جميع الأعماق. أي. فما عادش ثم حكاية الجهات والمركزي، لأنه أحيانا وهذا موجود مش فقط كان في تونس، حتى في أوروبا في البلدان الأخرى في فرنسا وفي غيرها، الإنتاجات الثقافية تنطلق ربما من الجهات في كثير من الأحيان. أي. ولكن تجد الألق متاعها طبعا، وتجد البروز متاعها والحفاوة والاحتضان تجدوا في العواصم دائما. كما قلت لك التظاهرة هذه اسمها قيروان المسرح، داير هي قيروان المسرح الفكرة متاعها الفلسفة متاعها منذ 5 سنوات فكرنا في أنه ناخذوا نعملوا تظاهرة نهزوا العروض متاعنا احنا
تاع جهة القيروان وتحديدا نتاع انتاجات المركز الوطني للفنون الدرامية بالقيروان ونقدموها في العاصمة. عملنا 3 دورات، هذه الدورة الرابعة. جرت العادة أنه أغلب الأعمال المسرحية السنة باش نقدموا 4 أعمال مسرحية اللي هي من جملة 7 أعمال مسرحية المركز قادر أنه يوزعها بالإضافة لجزء أعمال فرجوية أخرى. من 7 أعمال ثم 4 أعمال ستقدم ضمن تظاهرة قيروان المسرح في فضاء قاعة الفن الرابع. كل عام نختار، والسنة الماضية كنا في مدينة الثقافة، قبلها كنا في التياترو، قبلها كنا في الريو. هذه السنة في قاعة الفن الرابع في شارع باريس تابع للمسرح الوطني نقدموا التظاهرة متاعنا. الإضافة السنة بالإضافة ل4 عروض هو الشراكة اللي عملناها السنة مع الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين، مشكورين، عملنا معهم شراكة في تنظيم ندوة. ندوة أنا أعتبر أنها فارقة وحساسة ووازنة أيضا في ظل السياق والأحداث اللي نعيشوها في الساحة الثقافية وخاصة في المسرح، اللي هو سؤال النقد في تونس. وهذا باش يهزنا مباشرة، انت هكا سهلت علي المهمة باش نجيك مدام فوزية. يعني قديش مهم اليوم ربط التظاهرات الثقافية الفنية المسرحية أساسا اليوم كي نحكيه على التظاهرة هذه بالنقد، وأنه يكون عنا على هامش التظاهرة ندوة فكرية تعنى بالنقد أساسا؟ هي تنظيم الندوة هو في حد ذاته، يعني التظاهرة هي تظاهرة قيروان المسرح مهمة جدا، نعتقد احنا كنقاد مهمة جدا، لأنها يعني تهجر أو تتنقل بإنتاجاتها وتوريهم في فضاء الفن الرابع اللي هو يستقطب جمهور مهم محبين المسرح إلى غاية ذلك. وسنة معناها حسيت أنا شخصيا وقت كلمني سي حماد الوهيبي على الندوة واقترح علي شراكة مع الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين كنت سعيدة جدا. علاش؟ لأنه احنا في الجمعية يعني نحس فما يعني كلام قاعد في الساحة يتقال أنه النقد خفت صوته في المدة الأخيرة، بمعنى النقد الفني أساسا النقد المسرحي المسرحي بشكل أخص بشكل احنا نحكيه على المسرح اليوم. النقد المسرحي خفت صوته، ولكن في الحقيقة هو لم يخفت صوته، لأن بعد 14 جانفي كما تعرف يعني الإنتاج تعثر شوية، العرض أيضا تعثر شوية، وكمل خلطة الجائحة متاع الكورونا، عطلت الحركة، عطلت الحركة. وإحنا بالذات يعني كالجمعية التونسية للنقاد المسرحيين اللي تأسست في أواخر 2018 معناها قعدنا تقريبا 6-7 شهور بدينا نتحركوا باش نخدموا ونعملوا في برامج ونفركسوا في الدعم والمساندة، لكن بعد جينا معناتها الوقت هذاك ما لقيناش رعايه. يعني دونك رحبتوا بالفكره بعد جات الجائحه وقفنا شويه. الان هذه جاتنا فرصه كبيره برشا انه الجدل حول النقد رجعت، لأنه رجع الإنتاج، رجع شوية الإبداع المسرح يرجع، ولكن النقد، الجدل حول النقد واشتغال النقد انحصر في الفيسبوك، حصل في مواقع الاتصال الاجتماعي. رجعت لك باش نقول لك لماذا، لأنه السؤال اللي يطرح اليوم لماذا بالحق، علاش ما نلقاوش معناها النقد هو علم قائم الذات وحده، هو وحده كان عنده الرواج وعنده من كانوا فما نجوم عندنا نقاد هما أيضا إلى جانب النجوم اللي يخلقهم المسرح والخشب. رجعت لك ولكن شنو رأيكم الزوز، نستدعاكم نشوفوا عودة على الندوة الفكرية حول سؤال النقد في تونس الآن وهنا، الإمضاء الأسمى عثماني، وراجعين نتحدث مطولا حول الندوة وحول عرض الروبا. ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان الدورة 4 من تظاهرة قيروان المسرح، وذلك في الفترة الفاصلة بين 3 و6 مارس 2022 بقاعة الفن الرابع، وسيتخلل التظاهرة عروض مسرحية ومعارض صور وندوات. تفتتح التظاهرة يوم الخميس 3 مارس على الساعة 3 مساء بتدشين معرضي صور وإصدارات المركز، وعلى الساعة 7 مساء يكون الموعد مع عرض مسرحية
حديث تريكن لصابر الحامي. وتنطلق الندوة الفكرية يوم غد 4 مارس التي تحمل عنوان سؤال النقد في تونس الآن وهنا، بالتعاون مع الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين بفضاء بين الفصول. وفي المساء سيكون الموعد مع مسرحية الصندوق الأسود لمحمد السايح عويشيوي. ومساء يوم السبت 5 مارس سيتم عرض مسرحية الروبا لحمادي لهيبي. وتختتم التظاهرة يوم الأحد 6 مارس 2022 على الساعة 10 صباحا بمواصلة الندوة الفكرية في جزئها الثالث، يليها عرض الاختتام لمسرحية نيرفانا لمحمد شوقي خوجة. نرجع لك مدى فوزية مباشرة. لماذا قلت؟ لماذا هذا الشح كان نجم نقول، وانت صلح لي، في وجود نقد، كتابات نقدية اليوم تكتب على هامش وإلا بمناسبة عروض مسرحية؟ وكان ناخذ تجارب مقارنة لو تسمح سيدتي الكريمة، يعني الشح هذية مقارنة مثلا بدول عربية حتى شقيقة أو عربية كان نتوسعوا أكثر، مصر وغيره، مش موجود هذا. يعني نحكي هنا شوية الوسع المجال للمقارنة أيضا. هو المقارنة صح وقت اللي يكون عندنا فضاءات نقدية مختصة، ما عندناش فضاءات نقدية مختصة في المسرح. هذا شيء توجدت مجلة فضاءات مسرحية في من 83 حتى تقريبا 86 مدة 3 سنوات، ثم انقرضت هذه. فما دورية الحياة الثقافية متاع وزارة الثقافة اللي هي ما عندها يعني اهتمامها بالمسرح نادر جدا، يعني بعض الملفات أو بعض المساهمات النقدية. والنجوم اللي تحكي عليهم أنا ما نفضلش كمان الصحف. قبل لو تسمح، أنت أتيت على ذلك برشا محامل الصحف، يعني كنا نقرأ أعمدة كاملة. أوش نجيك للصحف. النجوم اللي كنت تحكي عليهم، قلت كن عنا نجوم في النقد كل، أنا ما نفضلش كلمة نجوم. عنا ولو انك انت واحده منهم، راه مدام فوزية هذي على مسؤوليتي انا. هكا وليت طبعا قول لي مدام فاطمه كراي. العفو. الاقلام انا نسميها اقلام نقديه، لانه كي تقول قلم نقدي ولا تقول ناقد يكفي، لانه صفه لا يمكن اني معناتها نسم بها اي 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 شخص. بالتالي الأقلام النقدية هذه اللي معناها عملت مدونة، أنشأت مدونة وراكمتها، هذه اشتغلت يعني من السبعينات حتى تقريبا أواخر التسعينات، اشتغلت في الفضاءات السيارة، المنشورات السيارة، لابريس ولوتون والصباح ولا غير ذلك. ولكن هذا ما عادش كافي اليوم، ما عادش كافي، لأنه هذاك كان نضال، الناس هذوما نازلوا باش فرضوا المقال النقدي المسرحي المتخصص اللي هو معناها فيه جانب إبداعي كبير، هو إبداع على الإبداع المسرحي. أي وهو أصعب الكتابات، ما عرفش كان توافقني، هو الكتابة على الكتابة. حتى كان ياخذوا المسرح نقد الفني كذا، كان رهان هذايا في وقت ما، في فترة ما خاصة كان رهان بالنسبة لكم أنتم. هو رهان ونضال كبير باش نجمنا معناتها نفرضوا إضافتنا النقدية وقراءتنا النقدية في وضعيات اللي معناها الصحف كانت عندها غايات ربحية، كانت يحبوا الجمهور العريض يقرأ لهم ويشري لهم، وانت مقالك يقول لك هذا مقال نتاع مجله مختصه، اعطيني ما فماش مجله مختصه. والكلمه اللي تتقال هي نخبويه، هكا نخبويه، يعني كنا نقراو نقولوا نخبويه. خلينا نسمع مدام فاطمه ونرجع لك. قديش بالحق كان الموضوع هذايا في وقت ما كان عنده نقول انا قيمه اكثر من تو؟ لماذا التراجع هذايا مدام فاطمه كراي، وانت زاده واحده من الصحفيات اللي تكتب وتهتم زاده بالشان هذا؟ طبعا انا ما نتكلمش قدام الكبار في مجالهم معناها الحقيقه، ومن ضمنهم الصديقه والزميله فوزيه المزي التي لا يشق لها غبار، ولكن انا حبيت نعلق اولا ساعه على الشكل، انه جمعيه للنقاد في مجال المسرح، علاش احنا المسرح مستوطن في البلاد هذية عنده اكثر من قرن من الزمن كما نشوفوا تاريخ المسرح في تونس، ولكن جمعية مختصة في من الأقلام جي كان 2018، فما برشا معناها مشاكل، فما برشا معاناة كذلك، وفما برشا سوء فهم وخلط للمفاهيم.
أنا باعتقادي أنه النقد المسرحي والنقد الأدبي والنقد السينمائي عنده ناس وعنده أقلام وبدأ مع الصحافة المكتوبة، ولا يمكن أن نتحدث عن صحافة في طرق سيارة المعلومات ولا الإلكترونية إلا ما تكون الساعة بصمتها أولا موجودة في النقد المسرحي. وأنا باش نجم نقارن مع بلدان أخرى كما بلجيكا كما فرنسا اللي سابقين، معناتها تلقى مجلات مختصة وجرائد مختصة ومجلات خاصة ودوريات، ولكن أيضا العربية مدام فاطمة هاو جيدتك أنا لمصر ولبنان أو لوكيونس أي ما هو تعرف اللي الصحافة الآن معناها هناك تراجع للصحافة الورقية. أنا واحدة من الناس قدت وشاركت في إدارة جريدة من حيث التحرير، كنت رئيس التحرير رئيس تحرير مساعدة وصحفية، ولكن كنا في الشروق أسسنا ومعناها أسسنا تبويبات للنقد المسرحي اللي ينقد في المسرح عندك، ولكن نستكتب من هم عندهم أقلام في المجال المسرحي في المجال الفني في البانتور معناها لاخ بلاستيك في المجالات الكل في المجالات الكل. لكن احنا اليوم في المسرح المسرح هو كما قالت زميلتنا توا وصديقتنا راهو النقد المسرحي هو أصعب مهمة، وكأنك في الفلسفة في باب الفلسفة وكذلك، لأنه حتى اللي يقرأوا في معهد صحافة في التخصص الثقافي دائما النقد السينمائي تلقى ما تعمل وتلقى كيفاش تتماهى وتلقى كيفاش على شكون تسمع أي. ولكن المسرح دائما أثقل شوية أرزن شوية ساقه ما فماش برشا هذا علاش. هل لأنه المسرح مطالب المشاهد سواء كان مشاهد عادي أو هو مشاهد لك هذه بركة ويشاهد أي. عكس السينما اللي جينا ربما باش نكمل لك، لأنه صغر. المسرح هو أب الفنون سي نورمال أكيد المواطن هو الذي يذهب ومن يذهب النخبة دائما في كل عالم وراء الحقيقة بينما السينما هو الجمهور العريض الأعرض منه هي التلفزة اللي احنا موجودين فيها دونك إذا أنا نقول اللي النقد المسرحي في تونس عنده ليزوتين تاعه، ما نجمش أنا نقرأ الإنسان ينقد في مسرحية الروبة مثلا نتكلم على صديقنا معناتها الآن وهنا ما نجمش نقرأ أنا إنسان مثلا ساعات ما شافهاش المسرحية ولا خذها فكرة أن هي مأخوذة عن الأدب العالمي ولا المسرح العالمي ويبدأ تلقاه يمشي في ثنية أخرى راهو ما يصيرش الوسائل والمعاول متى النقد المسرحي راهو من أصعب مثلا هذاك علاش أنا نحب نرجع للآليات وهو فن على فن تدخل في هذا، ولكن خليني شنو رأيك نرجع لك بعد ما نرجع لها فقط على الآليات ربطا باللي كانت تقول فيه مدام فاطمة. آليات النقد اليوم ومن من الممكن ولا من الأجدر اليوم أنه ينجم يقول بالفم والملاي نقوله بالتونسي أنا ناقد مسرحي ولا ناقد فني خليني في العموم، لأنه تختلط الأمور في بعض الأحيان وتنسب هذه الصفة لغير الكفاء باش ما نقولش المتدخلين والمتطفلين. هو الناقد المسرحي يعني يرى في نفسه هو يرى في نفسه أنه عنده تكوين، والتكوين بتاع الناقد المسرحي مهم جدا، تكوين والخلفية المرجعية بتاعه المعرفية مهمة جدا في أدائه النقد. الباب يدخل طبعا يعني هو نشوفوا احنا في جامعاتنا ما فماش درس في ما فماش شهاده في النقد المسرحي صحيح ما فماش يعني هذيك علاش سالتك قلت لك والنقاد من يمنح هذا اللقب اليوم هل التجربه في حد ذاتها تراكم التجارب كتراكم الكتابات النقديه ما فوزيه هي اللي تجاوبني انا ارى معناها سيئا انه عندنا معهد عالي للمسرح وهو يمكن أنه يتماهى ولا يعمل شهادة مشتركة مع معهد الصحافة بحيث أنه الناقد النقد المسرحي يتقرى وتكون فيه شهادة كما قالت السيدة على ما عندناش ماستر في النقد المسرحي. هو الشهادة أنا معناها تقلقني كلمة شهادة في النقد المسرحي، لأنه النقد المسرحي ما نجمش الناقد ما نجمش ينطلق من شهادة، تكوينه ما هوش مربوط بشهادة، تكوينه مربوط بتراكم معرفي مراكمة. وإحنا شفنا أهم النقاد في المسرح عمرهم ولا قرأوا مسرح برك
جاءوا من آفاق متعدة، نجم يجي من اللغة والحضارة الفرنسية، اللغة والحضارة العربية، يعني مش ضرورة علم الاجتماع. أنا هو علم الاجتماع، أنا عملت صحافة قبل، عملت صحافة هي وبعد عملت الدكتوراه متاعي في علم الاجتماع، لأنه بالصحافة بركة. وشنو هو المشكل؟ يعني بالصحافة والتكوين، لأنه احنا اختصينا في الصحافة، اختصيت في العلوم والثقافة، ولكن الاختصاص في العلوم والثقافة ما زلزنيش باش انا نخدم كناقدة. فاخترت باش نمشي نعمل علم اجتماع، وعلم اجتماع المسرح. وعلم اجتماع المسرح هو اللي مكني اني ندخل للاداء النقدي نتاعي، يعني هو اللي مكنك من الاليات، كان نجم نقولوا هو اللي عطاك الاليات اخرى، خاصة وانه التكوين اللي تحكي عليه فاطمة، اللي ربما تتوق له فاطمة، أنه نعملوا شهادة معناها بالتعاون ما بين معهد العالي للفن المسرحي ومعهد الصحافة، هذية ما يعطيكش، يعطيك ناقد انطباعي، واحنا ما نحبوش بمعنى نقد انطباعي، والا صحافي يعني ثقافي، يعني الذاتيه وغياب الموضوعيه. يعطيك صحافي ثقافي يدخل المسرحيه، يلخص الحكايه نتاع المسرحيه، في حين انه المسرح ماهوش حكايه برك. المسرح فكر، المسرح تفكير. سامحني نكمل رايك، راهو مطالبه باش تعطيني رايك في الروبا عرض حمزه لهيك. نكمل فقط، المسرح استثاره للفكر، استثاره للنقد، هو بيدو صحيح. واستثاره لاعمال الفكر، واستثاره لمشاعر ولخلفيات وادراك المتفرج بما فيهم الناقد. صحيح. وحتى المتفرج العادي راهو ينجم يكون ناقد، ولكن ناقد في حدود معينه. سيادتك مطالبه، سيادتك بالصفات هذه الكل وبالكاسكيت اللي عندك، باش تعطيني رايك في عرض الروبا، وانا متاكده انا مازلت ما شفتهاش، باش نشوفها غدوه ان شاء الله، بعد غدوه ان شاء الله. دونك ما تحبش تكون انطباعيه. راجعتك مثالش، احكي لي على الصابرات عرض 2015، احكي لي على جويف، مانيش مسيبتك. سي ابراهيم شفتهمش، سي ابراهيم شفتهمش. شنو نجمو نحكيو اليوم على وضعيه الناقد اليوم، او حضور النقد الفني؟ قداش اليوم الحلقه هذه مهمه إذا كان نروم إصلاح وجودة وتجويد ما يقدم اليوم على خشبة المسرح؟ يعني يبدو أنه حلقة ما نقولش مفقودة، ولكن هي حلقة مهمة أيضا في جودة ما نراه على مستوى الكتابة وعلى مستوى الإخراج وغيره. فخلينا سان نحيو سي حمادي الوهابي ونهنيوه بالإنجاز هذا، ونحيوه من خلاله، احنا جايينه على مهل القيروان، ونحيوه من خلاله القيروان اللي هي تبقى دائما منارة للثقافة، فالمنذ القدم وأنجبت معناتها، ولا أنجبت أدباء، أنجبت شعراء، أنجبت مسرحيين كبار، فهمتني؟ هذا يلزمنا ما نغفلوش عليه. اثنين، بالنسبه للصديقه والزميله فوزيه اللي احنا تعشرنا في جريده لابريس، واللي هي كانت لابريس اللي كانت عندها ملحق ثقافي هام جدا يصدر كل نهار جمعه، وكان معناتها ولا لا تتباع نهارتها لابريس، كما الشروق زاد كان عندها ملحق ثقافي وبقيه الصحف الاخرى. من هنا بدا النقد، وانا نهنيها كونه هي توصلت كونه باش تعمل جمعيه للنقاد نتاع المسرح، لان المسرح يبقى دائما ابو الفنون. المسرح منذ القدم، من عهد معناتها الاغريق، وانت واحنا جايين المسرح حتى لين، واحنا الرومان خلونا مسارح، واحنا اكتشفنا المسرح ربما من خلال المسارح اللي موجوده، مسرح كارتاج، مسرح روما، دقه وغيرها من المسارح الاخرى اللي موجوده. فهمتني؟ بالنسبة للنقد المسرحي هو تخصص بالذات، نجمش بقدر ما عندنا تو نقاد سينمائيين ونسمعوا بهم معروفين، فهمتني؟ والأقلام نتاعهم معروفة، يستأنس معناتها الجميع بالآراء نتاعهم، بقدر ما نفتقر إلى نقاد في المسرح، لأن كما كانت تحكي فوزية تو، المسرح عنده الآليات نتاعه الخصوصية، باش تنجم أنت تغوص في أعماق المسرحية وتكتشف ما وراءها، حتى معناتك الحركاتك الفنية نتاع رجل المسرح اللي قدامك، الكتابة المسرحية كيفاش اللي تختلف على الكتابه السينمائيه الى غير ذلك. هذه من النقاط. انا سالتك سي ابراهيم، معناها هذا قداش ينجم اليوم يكون بين
بينيفيك، قديش ينجم هذا يعود إيجابا على ما نراه اليوم وما يقدم من مسرح تونسي؟ لماذا؟ لأنه بعض المسرحيات يعوزها النص، وهناك إشكاليات وهناك هفوات كما نجم نقول على مستوى الكتابة وأيضا على مستوى الإخراج. دونك لهنا علاش نربط بأهمية حضور النقد اليوم؟ يدفع إلى التطوير، يدفع إلى التحسين، لأن النقد إذا كان من طرف مختص ما تكونش عنده خلفية غير الخلفية الفنية، غير الفنية العلمية، لأنه في نهاية المطاف هو نوع من العلم، فهمتني؟ باش تخلي رجل المسرح يقدم أكثر وهو يتلافى ربما الثغرات ولا الهينات اللي موجودة في المسرحين بتاعه، سواء على مستوى النص، على مستوى الإخراج، على مستوى الإذاعة، على مستوى جميع الأشكال الأخرى، لأن المسرحية هو عمل متكامل، مش فيه كان النص بقت ولا الممثل اللي يجي فوق الركع. أيوة. فما مخرج وراه، فما فنيين اخرين من وراه، الى غير ذلك فريق عمل كامل. هذا اللي يخلي يدفع، لان احنا تونس معروفه، يعني احنا وقت اللي نحكيوا على المسرح راهو عندنا فرق، معناتها اللي انطلقت والقيروان كانت عندها فرقه مسرحيه قاره من اهم الفرق المسرحيه الموجوده، انطلقت الكاف قفصه، ديت في الكاف قفصه، القيروان مهديه وغيرها، فهمتني؟ هذه راهو زاده من الايجابيات اللي لازمنا نبنيوا عليها. أيوة. خاصه وانه المسرح في الفترة الأخيرة عرف ما نقولش انتكاسة، ولكن نوع ربما من الاختفاء، اختفاء مش قسري، ولكن اختفاء ربما لقلة ذات اليد، لقلة الإمكانيات، لقد تسليط الأضواء عليه، إذا كان ما سلطتش عليه الأضواء زاد أنت المسرحية ما سلطتش عليها الأضواء باش تدفع باش يجي المواطن، خاطر المواطن اللي يحب المسرح يتنقل هو للمسرحية. أنت قلت بالنسبة للسينما يجيه نجم القاعة بالتلفزيون غير ذلك، ثم لهنا زاد يجي دور وسائل الإعلام المرئية بالأساس، كونه بشيء تزيد تعرف أكثر وتبقى وسائل الإعلام الكل سي إبراهيم، ولكن التلفزة بشكل خاص بما أن في حضرة التلفزة الوطنية. نفس السؤال اللي طرحته على سي إبراهيم، ولكن من وجهة عجبتني، لا عجبتني مهمة نفس السؤال، ولكن من وجهة نظر أخرى، أنت كمخرج ككاتب مسرحي قديش يعني لك اليوم أنك تسمع وتعطي وذنك لآراء النقاد؟ قديش يعني لك هذا، وقديش هذا ينجم يأثر على النوعية، نحكي على النوعية والجودة لهنا؟ شو أنا لياني برشا معناها اهتمامات، فماش مخرج ناجح إذا كان ما عندوش خلفية معرفية وخلفية نظرية. هذا في العالم. أوكي؟ ثم التعديل لابد منه. أنا ضد العدمية في كل شيء، معناها عبارة تقول مثلا ماش دولة، الدولة موجودة، النقد موجود، والمسرح موجود ولم ينقطع المسرح، ووجودي أنا لهنا هذا يأكد أنه المسرح مستمر، والجيل اللي بعديانا واللي بعديانا نحن حلقة متواصلة، معناها من علي بن عياد وما قبل علي بن عياد، ونتواصلوا حتى للشبيبة الصغار، وفاة طبوبي ونزار السعيدي ووليد الدغسني ويوسف مارس. صحيح. وحسام الغريبي والتتويجات الأخيرة في أيام قرطاج المسرحية خير جيل، والتنميهات العربية للمسرح التونسي أكبر. كينو ثماش كريز؟ مش كريز، هي حالة عامة، حالة عامة في كل المجالات في الحياة، يعني كما في السياسة، كما في الإعلام، كما في الثقافة، في الرياضة نفس الشيء، تشهد انتكاسات. احنا العروض متاعنا اللي نحكيو فيها، نحكي على القروان، وانا ما نعتبرش في القطاع الثقافي، تولي كما قال الأستاذ القيروان مركز في الثقافة بحضارتها وتاريخها إلى آخره. نحن في مركز الفنون الدرامية في الأعمال الأخيرة متاعنا مانيش واقفين عند حدود القيروان، نحن الأعمال متاعنا نوجهوا نشاركوا بها لبرا، نشاركوا بها في الخارج، نجيبوا جوائز من الخارج، احنا مشينا جبنا جوائز من مصر، احنا افتتحنا في المغرب، احنا قدمنا في أفينيون في فرنسا، في التجريبي احنا يعني للمركز. صحيح. صحيح. أعمال المركز هذا عن كثب في أي قرطاج المسرحية، وحتى الجوائز حتى الجوائز، معناها أنت جبت بكري جويف في جويف 2018 عندها جائزة أحسن إخراج. أنه النقطة مربط الفرسوين، أنه لم يقع الدعاية لهذه الأعمال والحركة المسرحية، قبل كانت الحركة المسرحية حاضرة في الإعلام رغم اللي تلفزة واحدة وإذاعة واحدة، ولكن المسرح حاضر بكثافة ويرجعوا له، والدولة مهتمة به، وهرم السلطة، هرم السلطة، رئيس الجمهورية يهتم لأنه عنده مسرح في القصر ويستدعى المسرحيات ويتفرج المسرحيات، وعمل خطاب كامل بنا به سياسته الثقافية اللي هي تمشي في نفس المسار السياسي. الآن عندنا أزمة مش أزمة في المسرح، لا، أزمة في الحوكمة بشكل عام، في إدارة الشكل العام. على ذكرة الحوكمة والشأن العام، يجينا بعد صابرات، بعد جويف، يجينا عرض الروبا
العرض هذايا انت انا نقول وانت صلح لي يعني حسيته يتماشى مع الظرفيه يتماشى ولد وقته نقولوا احنا ريت. ولد الزمن نتاعو الان وهنا لا والرؤيه لا. النقديه اللي حبيتها انت لسلك حساس برشا للسلطه القضائيه للسلك المحاماه يعني هنا فما الجرأة وكانه المناخ ايضا سمح بالتناول هذايا وانت صلح لي لهنا يا نمش صلحك العفو ولكن اولا الروبة جات قبل لا يبداو يحكيوا على القضاء هذه نتفقوا عليها واكاد اقول انه احنا من المساهمين في اثاره هذا الموضوع لانه احنا وقتاش ثار موضوع القضاء ويصبحوا يتحدثوا عليه بعد 25 جويليه اور احنا المسرحيه نتاعنا تنبأت بالشيء هذا واشارت للقطاع هذا اللي هو قطاع حساس قبل ما يقع الشيء هذا وانا نحب نقول لك حاجه مهمه ولكن في العشريه اللي احنا نقولوا جرعه الديمقراطيه اعلى نقول نكرو هكا ولا جرعه من الديمقراطيه اكثر صحيح. حتى في الاعلام هذا ينقولوا انا كاعلاميه وايضا حتى معناها ان انتعشت منها بقيه الفنون بما فيها المسرح هو هذا صحيح ما تقولينه لكن سيدتي الفاضله كان المثقفون من اول من قبل حتى في العهود السابقه كانوا سباقين في طرح في الاشاره واثاره المواضيع هذه الى اخره فانت عرض الروبه هو كما قلت لك انا هو فاتحه كما عملنا في جويف اثرنا موضوع علاقتنا نحن بالطائفة اليهودية كما حكينا على التطرف الديني في مسرحية الصابرات تظهر لهم هذه في السياق بتاع التجربة متاعي أنا بتاع حمادي الويبي وقت يقول لابد من أني نعمل انعطاف في المسرح متاعي وأبحث عن المسكوت عنه أنا ما عادش نخدم فقط على الشكلاني أنه تخرج تصويرة مزيانة لا المواضيع تحكي فوزية على الخلفية المعرفية احنا ننطلق من خلفية معرفية في المسرح بتاعنا وانت كاتب وانت نحكي وهنا على سيناريو او الكتابة المسرحية لمسرحية الروبة هي عن نص كتابة واخراج لحمادي الوهيبي نختم معك مدام فوزية قلت لي مريتش للأسف من الأسف ما زلت ما شفتهاش ولكن باش تكتب لنا إن شاء الله على العرض هذايا في قادم الأيام بحول الله ونقرأ لك إن شاء الله أنا حبيت فقط نشير أنه اليوم عندنا يلزمني نقول لهم لأنه ما جيتش نحكي عن الروبة عندنا اليوم حديث تراكن مسرحية نتاع صابر الحامي غدوة عندنا الصندوق الأسود كنا ذكرناها في الفيديو يا ريت خلينا نذكر مثال غدوة السبعة في قاعة الفن الرابع كلهم مسرحية الصندوق الأسود لمحمد الساحل العويشاوي ونهار الأحد نختتموا بنيرفانا الساعة خامسة محمد شوقي خوجة ونهار السبت طبعا السبعة زادة مسرحية الروم كنت تسمح كنت تسمح بالحق مع سعنا سيدة فوزية لا جوز توضيح أنا كيف قلت قبيلة على الماستير وعلى العلم وعلى البحث العلمي راهو أنا نعرف شو نقول معناتها توا في فرنسا في النرويج في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية هذوما تعرف ما عندهمش الواحد الخلفية السينمائية داكور ولكن المسرح النقد المسرحي راهو من أصعب ما يمكن أن يكون في الفنون ولكن ايضا بمعاول علميه مش اي واحد ينجم يجي يعمل تقرير يقول ها وصار صار 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 لا النقد مش هذا هو عود على بدر ورجعنا لازمنا نقول اللي المسرحي والناقد قدامه راهو زوز رافعين رؤوسهم مكملين بالعكس هما متصارعين متصارعين ولكن يكملوا بعضهم كي نحكيوا على الجوده على ما قالته فاطمه في الندوه حبيت نوضح في علاقه المبدع بالناقد في الندوه نتاعنا ونشكر برشا حمادي على البادره نتاع الاشتراك التشارك في تنظيمها مع الجمعيه انه عملنا في الحصص باش يكون فيها مداخلات فكريه نقديه وتعقبها معاقبين مخرجين حتى نشوف يعني ردة فعل المخرج وهذا جميل اليوم تفاعل ومعني فيدباك يعني أخذ وعطاء وزي تسحق تكون بحذينا مرة أخرى وكيف كيف نحكي مدعوة دعوة لكم الزوز ولكن مدام فوزية وإحنا نستحق التلزة تهتم أكثر بالمسرح إحنا نستحق التلزة تهتم أكثر بالمسرح وفينا مسرحيات مهمة جدا مسجلة ماذا بينا تتبرمج وهذا
هذايا اللي نجم يجلب اهتمام الجمهور أكيد. حتى يمشي اكثر ويرتاد اكثر المسارح. شكرا لك مدام فوزيه، وانت جبت على حاجه مزيانه انه على هامش التظاهره فما الندوه بحضور النقاد وايضا بحضور المتدخلين، خلينا نقول في العمليه المسرحيه. التوليفه هذه الكل ما تنجم كانت تكون لصالح المسرح التونسي. شكرا لكم الزوز، كنت سعيده بحضوركم ولو الوقت كان وجيز، ولكن ان شاء الله نجد لكم الدعوه في قادم الايام. مشكورين جدا على الحضور. نواصل نمشي الريبورتاج الثاني بامضاء زميلتي انيسه حجري، ندوه ثانيه بعنوان اي دور للنساء والفتيات في مجال العلوم في تونس. تحت شعار اي دور للنساء والفتيات في مجال العلوم في تونس، نظمت الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ندوة علمية تبحثنا خلالها تبادل تجارب النجاح والخبرات بين النساء الباحثات، حيث تمت مناقشة أهم مستجدات البحث العلمي في تونس والعالم، كما عرضنا قصص نجاح لنساء وفتيات باحثات في مجالات مختلفة، وذلك لإبراز أهمية مشاركة النساء الباحثات في الاقتصاد والتكنولوجيا والبحث العلمي والتشجيع على الابتكار وبراءة الاختراع من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني والتنمية والاستثمار. وبحضور مجموعة من الناشطات والباحثات اللواتي تعرضن إلى صعوبات متعلقة بالتمويل والتعطيلات الإدارية وغياب التنسيق. خلال هذه الندوة قالت الدكتورة فاتن كشوري، وهي أستاذة محاضرة ورئيسة قسم بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية، أنه ليس من السهل على المرأة الحصول إلى مرتبة باحثة، خاصة وأنها مطالبة بالتوفيق بين مهمتها كباحثة وبين رعاية أسرتها وواجباتها العائلية، مؤكدة أن البحث والاختراع هو أحد التحديات التي يجب أن تنجح المرأة في مواجهتها وتذليل الصعوبات المطروحة يومياً أمامها. من جانبها قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، إنه من غير المعقول أن نطالب المرأة الناجحة بتوفير شهادة في الكفاءة المهنية للقيام ببحوث بينما هي متحصلة على شهادة دكتوراه، مشيرة إلى أن المرأة الباحثة اليوم تواجه مضايقات وصعوبات إدارية ومشاكل تمويل، كما نجد أن الفتاة تتصدر نسبة 60% من عدد الطلبة بالجامعة. للتذكير فإن اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار المساواة والتنوع والشمول نجح إلى حد ما في معالجة بعض الصعوبات التي ولا زالت تواجهها المرأة عموماً. تقرير بامضاء زميلتي انيسه الحجري، مشكوره مره اخرى. عوده على الندوه هذه في حضور رئيسه الاتحاد الوطني للمرأة التونسيه، سعيده بحضورك مدام رضيه الجربي. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك في البلاتو تاعنا. مرحبا. نحكيو على ندوه ولكن براغماتيين وعمليين، ومعانا سيده ناجحه في هذا الاطار انموذجا كان نجمو نقولوا. سعيده بحضورك مدام ملاك الحربوي، اهلا وسهلا بك، مهندسه في الكيمياء وصاحبه مشروع لتثمين النباتات الطبيه. مرحبا. عايشك عايشك، اهلا وسهلا بك. عايشك، شكرا على الاستضافه. دونك احنا هكايا في صلب موضوع الندوه مدام راديه، هذا هو موضوعكم اللي اخترتوه. اولا لماذا هذا الاختيار؟ علاش الانشغال هذا الهاجس بالانشغال بالمجال العلمي وربطه أساسا بالمرأة التونسية، كما لو أنه الموضوع يطرح إشكالا في تعلقه بالمرأة؟ معناها سؤالك أعتقد وأنه استنكارية، نعرف اللي تعرف الإجابة وأنا باش نزيد نأكد لك اللي أنت تخمم فيه. لماذا هذا اليوم؟ أولا نحن نستعد إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وثانيا هو نهارتها هو اليوم العالمي للفتيات ولا الباحثات ولا معناها العاملات في مجال البحث العلمي. أي. أنا نسيتك حاجة أخرى مدام راضية لو تسمح، نهار الاثنين كان ما خانتنيش الذاكرة 7 مارس هو اليوم العالمي للهندسة، صحيح ملاك؟ أيه. يوم دونك عندنا أكثر من سبب. شوف من داعي برشا حاجات، برشا حاجات، مع على كل حال الترجمة والاتحاد الوطني المرأة التونسية يهتم بكل النساء وينشغل بمشاغل كل النساء وتهمه زاد هموم كل النساء، ماهوش صحيح احنا معناها أكثر عملنا ربما مواجهة لفئة معينة، لكن زاد فما فئة أخرى محتاجة إلى الاتحاد الوطني المرأة التونسية، وتو تعرفوا علاش. اللي قلناه في الندوة واللي قالته البنات الكل الحاضرات، أولا فما كفاءات تونسية مغمورة، ديما يقولوا وينهم الكفاءات وما فماش كفاءات. تونس تعج بالكفاءات النسائية وبالفتيات والشابات
معناها اللي هم يمثلوا كفاءة تونسية ودولية وفما في المجال العلمي. في المجال العلمي ثانيا البحث العلمي يقولوا في البحث العلمي أساساً. البحث العلمي أساس. وثانيا تونس للأسف حتى الباحثات والبنات متاعنا المتألقات على مستوى الوطني متألقات على مستوى الدولي وتلقى برشا تشجيع على مستوى الدولي وبرشا اعتراف بالجميل وبرشا تكريمات وغيره وفي تونس ما يرهم حد وهو عنا شهادة حية. ثانيا اليوم في تونس زاد النساء هذوما عندهم برشا صعوبات من ضمن الصعوبات أشرتوا لها في الفيتيير معني حاجة ضحك هي الحقيقة تبكي وقت اللي المضحكات المبكية نعم وقت اللي تلقى باحثة توصل معناها من الدرجة من السلم المعرفي والعلمي معناها السلم كبير برشا أو تولي هي مخترعة وتولي هي عندها ما تقول وعندها معناها ما تغير وتعطي حاجات جديدة وتقدم في اختراعات واكتشافات جديدة تمشي معناها باش تمشي تسجل الاختراع متاعها في براءة الاختراع يقول لها معناها يعملوا لها امتحان ويهزوها ويجيبوها ويقولوا لها باش تاخذ شهادة الكفاءة المهنية وشهادة الكفاءة المهنية اللي يعطيوها المدارس اللي تعطيهم للنساء اللي مش تحصلوش على حتى شهادة واللي ما عندهم حتى دبلوم واللي فما مؤسسة تسمح لهم باش يكون عندهم على الأقل الوريقة هذيك شهادة الكفاءة المهنية باش ينجموا يعملوا مشروع صغير معناها يعيشوا به. شوف معناها البارادوكس تلقى مرأة المانيبول في معناها سور بلان شيميك وبيولوجيك وتدخل في السلول وتدخل في معناها كيفاش النبتة باش تطلع منها ما نعرفش ترى شنو وحكايات معناها تقعد انت هكا تغزر بإعجاب لهم تمشي قدام واحد ما يجي يقولها برا امشي جيب لي شهادة كفاءة كونك تفهم ما نعرفش شنو اللي تفهم فيه معناها تفهم في الحشائش وإلا يقولها والله احنا هالحشائش هذوما ما هم عناش اسمهم بلا عداها على رند ولا عداها على السلق ولا عداها على كذا خاصين المشاكل هذوما بالجنس يعني بجنس المرأة تحديدا يعني نفس الصعوبات هذه مثلا معناها باش يكونوا واضحين يعني هذوما يواجههم زاد الرجل وإلا هذوما أساسا كتبت المرأة الباحثة امرأة لا ما نتصورش على المستوى هذي انه يكون مخصص للنساء لكن يوريك حجم المعاناة اللي تنجم تلقاها المرأة الباحثة التونسية لأنه المشكل هذا إذا كان مشترك فما مشاكل أخرى هي باش تلقاها بصفتها امرأة لأنه وقت اللي تجي تخدم مثلا باش تقدم براءة الاختراع يولي يقولها سايب عليك وفك عليك وما عندك ما تربح وجمع رمك بارات وانت تواجد عليك باش تحطوا مش باش يسرقوه وغادي وين تمشي هي باش تحمي روحها يفشلوك الى جانب انها تنجم تكون في كل المناسبات في كل المواقع عرضه للهرسله وهذا اللي انا ديما نقول فيه راهو الناس تتصور انه العنف مسلط على النساء كان على النساء ضعيفات راهو النساء ايضا اللي في مستوى علمي او مستوى مهني او وظيفي او سلم مرتفع جدا في بلادنا هما زادة يتعرضوا إلى نفس أنواع الهرسلة واللي كنت تحكي فيه سيدة راضية هو واحد ولا من أنواع العنف يعني بأنواعه هذا واحد من العنف المسلط على المرأة ونحكيه على المرأة الباحثة أساسا ملا كيفاش عملت ملا بعد التحديات والصعوبات هذه الكل كيفاش نجمت تتجاوز حكي لي شوية على التجربة وهي واحدة مدام راضية من المكرمات نعم. اللي كرمها الاتحاد نعم واللي تبنيها الاتحاد واللي إذا نساوها ينساوها الناس كلها من الاتحاد من جمش ينسى بناته واللي الاتحاد حللها باب كبير توهي تقولكم علي قل لي ملك عايشك مدام راضية نشكركم للاستضافة وأول حاجة نحب نهني النساء الباحثات في العالم وفي تونس والفتيات الباحثات في العالم وتونس بعيدهم العالمي للبحث العلمي ونهني زادة كيف النساء الاتحاد ونشكر زادة مدام راضية البارح اللي هي اختارتنا من أفضل النساء الباحثات والرائدات في تونس دونك شكرا انت في اختصاص شو نقوله الساعة الاختصاص
هذية صعيب موجود متداول. احكي لنا شوية باش نفهم شوية صعوبة التجربة اللي تعديت بها ونفهم النجاح اللي وصلت له. زيد انا مهندسة وباحثة في تحويل النباتات الطبية والعطرية في اسبانيا. خدمت على تحويلها لبيو كيروزين في الطاقة النظيفة، ولكن كي روحت لتونس حبيت نستغل الباك جراوند نتاعي والسكيلز باش نعمل تحويل النباتات الموجودة في تونس، وتونس تونسنا الخضراء، تونس بلاد النباتات. دونك حبيت انا نستلهم من بلادي باش نجم نعمل دي بروجي pour valoriser les plantes médicinales في تونس. دونك لهنا الدومين ما هو ما كانش دارج في تونس، ما كانش دارج في تونس الحقيقه. الفكره هو من غرام من اصلك شنو هو انا كافيه، والكيف معروفه بالنباتات ومعروفه بالفاريتي نتاع النباتات. دونك الواحد ديما يرجع لاصله ويرجع لغرام وشنية. دونك لونتوراج زاد كيف كيف شجعوني، عائلتي شجعوني وبابا شجعني، والطريق ثنيه البنيه هي تستلهم من بوها، ونوجه تحيه لبابا، ونزيد كيف كيف نشجع الاباء الكل باش يعملوا كيف بابا وباش يشجعوا بناتهم. لحد لهنا كل شيء لاباس والامور واضحه، درجت في سلم العلمي المدرسه العموميه معناها ولابس، وعندك تشجيعات عائليه. الصعوبات وين لقيتها في انا مرحلة؟ الصعوبات كيف روحت من خارج الحقيقه نتاع ربي بكل امال اللي انا باش نجم نعمل حاجه باش نجم نكون من المغيرات في تونس، لكن الحقيقه الواقع غير هذا بالمره. ملي انا بديت ندكلاري اللي باش نعمل ان بروجي والقصف، ونقول صريح العباره القصف بدا. دونك عمري وصغير نقدوني عليه، كأنا بمرأة تنقدت اللي أنا بنية باش نمشي نعمل بروجي، كمهندسة امشي شد خدمة سايب عليك من ريادة الأعمال راهي ما هيش سهلة، الإدارات اللي بابراس، القوانين العقلية في تونس ما تخليش المرأة أنها تاخذ راحتها ومساحتها. دقيق أكثر من باب ملاك، لأنه بالحق يعني زادة باش نقولوا الواقع بكل الأوجه متاعه، برشا شباب يتفرجوا ينجموا يحبوا يكونوا كيفك، كاهي نجموا يكونوا أنت اللي دول متاعهم اليوم، وساعات الخطاب ينجم يخوف، ولكن احنا بعد الخطاب هذا راه باش نقول لكم راهي نجحت في الأخير. راهي نجحت، هي نجحت وهي اليوم مكرمة بسبب النجاح هذايا والباركور الناجح هذايا. البيبان اللي دقيتهم مثلا، الحقيقه ما فماش باب ما دقيتوش، انا نفيق صباح نخرج بيبان الكل ندقها وناخذ الجواب، وحسب المعايير الموجوده في تونس نحاول اللي انا نستلهم ونستغل الحاجات الموجوده لصالح البناء نتاع بلادنا اليوم، لصالح المشروع اليوم اللي نجم يخدم بنات معايا، وديجا نخدم في بنات معايا ونشجع في بنات اليوم باش يزرعوا ارض تونس ونشجع فيهم وناخذ بين الفكره العمل. بين الفكره والانجاز قداش خذا وقت؟ الفكرة جتني وأنا صغيرة برشا، معناها ما نجمش نحدد لك، وأنا نقرأ في الجامعة وتكويني الأكاديمي شجعني وأساتذتي اللي قراوني شجعوني، فكبرت بمشروعي أنا، ما جاش فكرة في عمر معين، أنا كبرت به هو في 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 اللي لديان متاعي وفي جذوري وفي ثقافتي كل. مدام فاطمة نستسمع فيها بانتباه كبير، ما نعرفوش نحلموا مع ملاك نفرحوا الملاك، لأنه ملاك هي مفرد في صيغة الجمع من ملاك برشا، أكيد يتفرجوا فينا أصحاب أفكار صاحبات أفكار ومشاريع، وإلا نأسف لمنظومة ما تشجعش يبدو برشا بعث المشاريع الخاصة، وأنه واحد ينتصب أو واحدة تنتصب للحساب الخاص. أنا ما نأيسش الحقيقة، ونوزر لها بانتباه ونتبع فيها بانتباه، وأنا قاعدة نسترجع في شريط متاع أمثالها من الشباب والشابات، راه معناتها يلزمنا نقولوا الكلام هذا. البحث العلمي في بلادنا صحيح هو منكوب، نجم تقول جزئيا، نجم نقول لك انا البحث العلمي التخصيص نتاعو والملائمه نتاعو للتنميه موجوده في البلاد، زاده نجم تقول تقريبا منعدم، ما فماش كونكوردونس، فماش علاقه، ما فماش اتصال. الحاجه الثانيه تقول لك انا جيت من اسبانيا بحلمه، معناها مشيت اكيد تكمل في التكوين نتاعها في بلاد كيما اسبانيا. اسبانيا ما ننساوش اللي هي الاندلس، اللي هي خلقت اللي هي زراعه الورد والكل، ومشى للعالم كامل انطلاقا من اندلس، واحنا تونس جزء من هالمنظومه هذه. ولكن كيف ما قالت هي، معناها كبرت الحلمة معها، ولكن ليس هناك سياسة في هذه الدولة
تتحدث على أمور كيف ما هذه وتنجم تجعل الشاب أو الشابة باش يعمل الشركة متاعه الخاصة باش يساهم في التنمية. هي شنو باش تعمل؟ كيفاش تراني المفارقة هذه مدام فاطمة؟ المفارقة هذه يلزمها قوانين. لا ربطا سمحني بأنه اليوم يعني شعب كامل انتفض من بين الشعارات الأولى اللي ترفعت هي التشغيل. هي التشغيل. واليوم اذا كان المنظومه يعني ما تستوعبش انه نحل باب الوظيفه العموميه اليوم من المفروض ان نشجع على بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. المفارقه هذيك في شراح. الدنيا وفي العالم الشعوب تنتفض ولكن لا تعطي حلول معناتها مستقيمه هكا دو ا جوسكا زد، لأن السلطه التي تمسك بالسلطه بعد تلك الانتفاضه، بعد تلك المطالب، بعد تلك الاحلام التي قيلت في الشارع وعبر الشوارع، هما اللي باش يعملوها في البيروات نتاعهم، في السياسه نتاعهم باش يبينوها. احنا لحد الان البحث العلمي ليس موطنا في مسار التنميه. انا نقول لك الاختصاص نتاعه هو ما زلت ما نعرفش الاختصاص نتاع ملاك. انا متاكده اللي هو فما شركات واصحاب اعمال يستوردوا في كفاءات من برا، وهي عندنا بنتنا اللي هي تنجم تفيد بلادها. انت هكا هزيتني مباشره، نحب نسمع سي ابراهيم في النقطه هذه. نتسائل جيتك ولكن نتسائل، نستغرب، نستنكر في بعض الاحيان، نتوجع في احيان اخرى من هجره الادمغه وما يسمى بهجره الادمغه، واحنا نحكيه على البحث العلمي اليوم في وجود صعوبات اللي كنا نسمعوا فيهم من خلال التقرير، من خلال اللي عدت مدام راضية إلى جانبك سي إبراهيم، شو نجم نقوله يعني مفارقة أخرى هذه من المفروض أنه نشتغل عليها اليوم، من المفروض وأنه الإرادة السياسية اليوم تركز عليها وتنشغل وتكون واحدة من اهتماماتها وأولوياتها؟ طبعا، ولكن مع الأسف احنا في ظل عربدة الضوضاء عبارة المشهورة سيد أحمد ونيس، النجاحات تاع الشباب كما الشابة ملاك هذه تحت تمر مرور الكرام وما نفقوش بها. أنا نحيي فيها الساعة روح المثابرة والتوثب. هذه شادت صحيح ونجحت، وراو النجاح ما يجيش بكل يسر، ما تلقاش الطريق مفروشة بالورود، تلقى جميع الصعوبات والعراقيل قدامك. بصفتك شابة، بصفتك عندك طموح، بصفتك امرأة، مع الأسف، لأن احنا وإن كان عندنا جو بار سو لو كونترول دو مدام راضية، عندنا احنا قوانين متطورة فيما يتعلق يعني بالنساء وحقوق النساء، ولكن الثقافة والعقلية نتاعنا لم تواكب، لم تتطور كما تطورنا القوانين. مع الأسف احنا عندنا آخر قانون وقت اللي صوت عليه مجلس النواب وتصفيق حار وتزغريت هو معناتها تجريم العنف ضد المرأة، ولكن نشوفوا اليوم المرأة اللي معرضة إلى جميع أنواع الهرسلة، مش فقط كان العنف المادي، حتى وقت اللي تمشي ويقول لك بربي ايش تعمل بيه، هذا انا نعتبره نوع من العنف يحبط العزائم. انت وقت اللي تحدث لي انا كنت من الاوائل اللي كتبت مقال ونشرته معناتها في احدى المجلات الكبرى الاجنبيه لا روفي بور لانتيليجونس دو موند اللي معناتها اسسها المرحوم بشير بن يحمد، وتحدثت فيها على معناتها التقرير اللي عملته روسيديو منظمة التعاون والتنمية الأوروبية، يقول فما 95 ألف شاب تونسي من 2011 إلى موفى 2018 هاجروا شكونهم؟ أطباء، باحثين شبان كما ملاك القدامي توا، مهندسين وغيرهم كثروا. علاش؟ لأنه ما لقاوش، مع الأسف مش الآليات، ما لقاوش المناخ اللي يلقاوه باش ينجموا هما يشعوا فيه. واليوم احنا نحكيو على هجرة الأدمغة، والله حتى منذ حين كنت في الأوف أنا وصديقتي معناتها فاطمة نحكيو على مجموعة من هذه القضايا والمسائل. الشباب اللي ومؤخرا سي إبراهيم يعني بالأرقام عدد مهول من هجرة الأدمغة، شمل برشا أسلاك في التعليم في الصيدلة في الأطباء. وعليش قلت لك يعني بوجيعة ربما اليوم طبعاً. ما نعرفش نفرح وإلا نتألم، لأنه هذه الحقيقة بوجهيها اليوم للأسف. واليوم ما تلقاش عائلة، هاو مدام راضية أكيد على بينة، وأكيد معناتها اتحاد المرأة عنده تقارير في هذا، ما تلقاش عائلة ما فيهاش ولد ولا بنت اللي بعد ما خذت ديبلوم تاعه. أنا ما نقولش هج ولكن مشى، ولكن احنا كدولة، احنا كسلطة، كيفاش نجموا احنا هالوليدات اللي موجودين طول برا في الخارج نجموا مش نرجعوهم، ينجموا يفيدوا وأين هم متواجدون الآن؟ ينجموا يعاونوا، وشفنا النداءات اللي توجهت لهم في حرب على الكوفيد، فهمنا عديد الأطباء اللي رجعوا تطوعا لهنا لتونس باش يساهموا
بصفة مجانية وإرادية في الحرب على الكوفيد. طيب هذوما أنا حكيت معك على مفارقة، رجعت لك مدام فاطمة لو تسمح، مفارقة بديتها معك، المفارقة الثانية مع سي إبراهيم وهجرة الأدمغة، المفارقة الثالثة اللي تبدو لي أيضا يلزمنا نتوقف عندها هي نسبة 60% من الطالبات بالجامعات التونسية هن من صفوف النساء، فيعني هل يستقيم الوضع اليوم بعد نجاحهن وتخرجهن وتألقهن يتلقين كل هالصعوبات هذه؟ معقول اليوم؟ ثلاثة على أربعة من اللي ياخذوا جوائز رئاسية في البكالوريا هم بنات، ثلاثة على أربعة. الثلثين في اللي يكملوا يعملوا في البحث العلمي أيضا من الفتيات، معناها باش تزيد تشوف كونوا على مستوى عالي في التعليم معناها مكتسحين البنات. أما نحب نزيد نقول كلمة على قالته فاطمة وهذا تقال البارح زادة، لأنه الباحثات اللي حاضرين في مجال الطب، في مجال الصيدلة، في مجال الأغذية، في مجال البيولوجي، الكيمياء، معناها كل اختصاصات كانوا حاضرين. النووي نحييها صديقتنا، هي رئيسة الرابطة التابعة للاتحاد، دونك في كل الاختصاصات. نحب نقول لك انه بعض الفتيات معناها النساء اللي حاضرة البارح، ما اللي حاضرت اللي طورت مثلا مادة المرجين، اللي ولكن ما حتى حد مهتم بالمسألة، اللي بفعود نشريو لي ديترجون افيك دي برودوي معناها شيميك وغيرهم، جعلت منها أقل مواد كيميائية في وسطها وباستعمال مواد تونسية ما غير ما نقعدوا نشريو من برا، ومع ذلك المصنعين ما يمشيوش معاه، لأنه كيف ما قالت لك فاطمة، أولا نحن ما نحبوش التغيير، المصنعين نتاعنا ما يحبوش التغيير، ما يحبوش النقد زادة، اش كان معناها اللي كنت تحكي عليهم قبيله في الاوف، ما يحبوش النقد ويعتبروا انك تتدخل في شؤونه باش تقولوا بدل هذا واعمل هذا، ما يحبوش. وثالثا فما ناس سوق كبيره ومسائل كبيره ما همش محتاجين انك جاي انت معناها باحثه والا مرابك جايبت له تجربه جديده واكتشافات جديده باش يقعد يطبقها، وهذا مؤسف. هذا زاد انا نرجع لكم لهنا بعد ما نتاسف، مو احنا نتاسف ولكن راهو عمليين ونحبوا نعملوا اي مبادرات للاتحاد سيده راضيه اليوم، يعني اليوم اين اي دور اليوم؟ اي خلينا نمشيو ديما للاصلاح، ننقض للاصلاح. هذا هو دونك اليوم اي دور للاتحاد الوطني للمرأة التونسية في كل هذا، في حل بعض من الاشكاليات اللي في مساندة في معاضدة احلام هالفتيات والشابات هذوما. في دقيقة باش نقول لك انه احنا عمرنا ولا كما قلت نساو حتى حد، وذاك علاش عملنا رابطة. الرابطة هما دي بتيت اسوسياسيون كي معناها تور نوتور دو لونيفتي اللي هما تابعين للاتحاد، رابطة مختصة وتعنى بالنساء الباحثات اللي هي عاملة برشا حاجات اللي نحييهم النساء هذوما الكل. وفي نفس الوقت مثلا بنتنا عندنا ضيعة متاع شبدة اللي هي إيكول متاع فلاحة، كل المعارف والعلم اللي عندها أولا باش يستنفعوا به نساء آخرين اللي هما محتاجين للكفاءات كما الكفاءات العلمية هذه والبحث العلمي، نحبوا نطوعوه للتطبيق وتطويعه للتطبيق معناها باش يستنفعوا به نساء آخرين وناس آخرين، وما فماش ما أحسن منهم يمشي ويقراوه. دونك مالك باش تمشي اولا باش تعمل لي فورماسيون، ثانيا هي بيدها نفس البروجي نتاعها باش تمشي تعمله في الاتحاد الوطني المرأة التونسيه في الضيعه نتاعنا، وهكا السوق اللي عندنا المارشي اللي عندنا معناها اللي هو اديستانس ولا نيميريك هي باش يكون معناها البرودوي نتاعها موجود، والبرودوي نتاعها هو البرودوي نتاع برشا نسايز نقولوا اليوم، راهي هي تخدم في برشا نساء في الكاف في القيروان اللي ديما نطالب بها ونعاود ونقول وانه العجله باش ترجع الدور لابد من هذا. في شويه وقت مدام شويه وقت انا باش نعطيكم زوز شهادات بما اني صحفيه ما نحكيش برشا في التيوري. عام 90 أنا انتقلت إلى واشنطن من أجل أني نعمل في مهمة صحفية، ما هو هذا البنك العالمي الذي يؤرق الشعوب والدول والسياسات إلى آخره. عام 90 أنا موجودة في البنك العالمي وتلقيت مع واحد من الشباب في البنك العالمي اللي هو ينصح فيه ويقول لي أنا ماشي لتونس باش، ألماني هو أصله، ماشي لتونس باش نعمل نشرف على الصناعات الغذائية. وإحنا مدارسنا والكلية قاعدة تخرج، نرجعوني لتونس يحييني الحي، خريجي لينات
اللي هي المدرسة الوطنية للهندسة الفلاحية. يحيني ربي يظهر لي قريت فيها اللي قريت في بوليتيك. ثلثين متاحهم ولا اللي في صفاقس ولا غيره مديرة المخبر امرأة ثلثين متاحهم يمشيوا لك المؤسسات باش يعديوا التليفونات شو اسمهم باش يسميوا هذوك الحاجة الثانية أنيس العويني لا يمكن أني ننساه لأنه المخترع والعالم التونسي اللي هو عمل لي زويليان واعترفت به أمريكا وخذ الجوائز وغيره ولكن في تونس توطين هذا المشروع في تونس لليوم يستنى منذ 10 سنوات وقاعد موجود براءة الاختراع باسم تونس مؤسف جدا تونس. في كلمة في كلمة صغيرة ملك وضعية المشروع اليوم واقف على ساقيه الحلم الحقيقة اللي ولا واقع اليوم شنو حواله مازال في البداية بيبي صغير عمره أشهرة مستحق دعم كبير مستحق لفتة من جهات الكل وأولهم أول استجابة كانت من الاتحاد الوطني زاد كيف كيف فما برشا هيك الحقيقة وقفوا معايا ومقدم لهم الشكر الكبير لكن المهم وأنه الحماس نفس الحماس اللي بديت به مازال موجود أكيد جدا مازلتش نواصل ومازلت باش نخدم ومازلت باش ننجح حق شكرا حق ملك وإحنا إن شاء الله نتبعوك ونفرح لكل امرأة تتألق في شوية وقت يقولوا لي بالحق استنفذنا الوقت مدام راضية بعد تكريمهن بعد يوم البارح وإحنا على بعد بعض الأيام القلائل تفصلنا على اليوم العالمي للمرأة التونسية يعني كيفاش يمكن مرة أخرى نرجع لك للمرأة المرأة صفة عامة نحكيه على اليوم العالمي شكرا على التصحيح مدام فاطمة مدام راضية قل لي يعني كيفاش نجموا اليوم تستغل الاتحاد مرة أخرى رجع لك الكرة بلغة الرياضيين يعني في علاقتك بالسياسيين في علاقتك بأجهزة الدولة في علاقتك بوزارة المرأة بعلاقتك بوكالة الاستثمارات الفلاحية يعني هذا الكل كيف يمكن اليوم استثماره وأنه تكون أنت الحلقة لتسهيل وتذليل كل صعوبة شوف سؤالك صعيب على في دقيقة لو ما نعرفش كيفاش نجاوب ما أقولك في كلمتين وبكلنا يلزمنا نفهموا كونه ما ننجحوش وحدنا في زوز كلمات يلزم الناس الكل تفهم كونه ما ننجحو كان مع بعضنا وما ننجحوش بتقزيم بعضنا رانا ما ننجحو كان منهزوا بعضنا ومع بعضنا إذاك علاش أنا نثمن كل المجهودات كلك سواء متاع باحثة ولا أقل واللي هو وأنا وهي قادرين على أن نغيروا البلاد وأنت وغيرنا استقبلتك رئيس الحكومة أيضا وعندك برنامج ما السيدة رئيس الحكومة استقبلتني ومشجعتنا وقالت برشا كلام مهم وهذا يهمني برشا وأنا نفس نرجع لها الكرة احنا ديما مع كل النساء اللي قاعدين معناها متبوئين مكانة في بلادنا في مواقع القرار, ونحب نخدموا مع بعضنا باش كلنا مع بعضنا نجموا نذلوا صعوبات اللي تعيشها نساء تونس أولا طيب. وتكونوا وسيلة ضغط زيادة لأنه من دور هذا واحد من بين أدواركم أنكم تكونوا وسيلة ضغط تكونوا وسيلة تعديل حتى نأثر هنا مش على الرأي العام نأثر على إرادة سياسية نعم. على سياسية حتى حد ما ينجح وحده الناس كل تنجح مع بعض طبعا شكرا لك مدام راضي نعرف شوية الوقت ولكن حبينا نكونوا احنا زيدا على باج ونكونوا على هامش الندوة هذه يكون هالبلاتو المزيانة هذه مع انموذج مزيان برشا فيه ملاك نورتنا شكرا لك ملاك على حضورك مدام راضي كنت اكثر من سعيدة بحضورك معنا في البلاتو هذه بعد قليل باش يلتحق بنا سي حمادي بن جبلة وسي خالد عبيد موجودين خلف الكاميرا بعد التقرير هذه بامضاء زميلتي زهرة فضلي في عودة على أبرز أحداث الأسبوع تفضل